السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة ثالثة؟ طبعا الميد تيرم اتحدد وعرفنا ان هو هيكون على المحاضرات بتاع الدكتور هدى الانزيمز، سواء كانت المحاضرة الأولى والتانية اللي اتشرحت في المدرج، والمحاضرة الثالثة اللي هي اتشرحت اونلاين، وكمان على المحاضرة الأولى والتانية دكتورة ياسمين. طبعا كده الحمد لله دكتورة ميرفت مش داخلة في الميد تيرم، تمام؟ طيب اتوقع كده ان الجزء دكتورة هدى هيكون عليه 6 درجات، وجزء دكتورة ياسمين عليه 4 درجات. يعني المحاضرة دي بتوع الدكتورة كل محاضرة هيكون عليها ايه؟ هيكون عليها درجتين في الميد تيرم بإذن الله. احنا دكتورة ياسمين المحاضرة اللي فاتت شرحت لنا جزء البيولوجيكال اوكسيديشن، وطبعا شرحناه احنا فيديو. هنبدأ بقى دلوقتي جزء جديد خالص وملوش علاقة باللي فات خالص خالص، اسمه البورفيرينز. اسمه ايه؟ البورفيرينز. بور فرينز اهي، بور فرينز الكيمستري بتاعتي. هي ايه البورفيرينز دي يا دكاتره؟ قال لك كلنا نسمع عن الهيموجلوبين. كلنا نسمع عن ايه؟ عن الهيموجلوبين اللي هو اللي موجود في الدم، ماشي، اللي موجود في كرات الدم الحمراء اللي هو الار بي سيز. الهيموجلوبين ده بيتكون من ايه؟ من شقين اللي هما الهيم والايه والجلوبين. الهيم ده بقول عليه نون بروتين بارت، اما الجلوبين ده بقول عليه بروتين بارت. الهيم ده بقى بيتكون من ايه؟ قال لك الهيم ده عباره عن كومبلكس. عباره عن ايه؟ عن كومبلكس ما بين حاجتين. البورفيرين ده اهي بتكون حلقه كبيره هنقولها دلوقتي، وموجود معاها كومبلكس من الفيروس اللي هو الاف اي بلس 2. الاف اي بلس 2 ده ايه؟ ده الهيم. يبقى انا لازم ادرس البورفيرينز عشان لما اقول لك الهيم تبقى عارف هو جاي منين، لما اجي اشرح لك الهيموجلوبين بعد كده تبقى عارف هو بيتكون من ايه وايه. طيب تعالوا بقى نتكلم على البورفرنس. البورفرنس يا دكاتره عباره عن سايكل كومباوند، يعني مركب حلقي. مركب حلقي كبير شويه، بيتكون من ايه؟ بيتكون من 4 بيرول رينج. البيرول قدامك اهي المعروف الشكل بتاعها من الهيتيرو. عباره عن حلقه خماسيه موجود فيها نيتروجين، تمام، دي اسمها البيرول رينج. يبقى انا لما احط 4 بيرول رينج قصاد بعض كده بخلي دايما لما اجي ارسمه، وطبعا الرسمه دي مش بتبقى عليك، مش بتنزل لك يعني ايه ان انت ترسمها، بس تخلي في بالك ان دايما النيتروجين بيكون ايه؟ بيكون متوجه ناحيه جوه. يعني الحلقه البيرول بلاقي فيها نيتروجين جوه، الحلقه دي النيتروجين جوه، الحلقه دي النيتروجين جوه، وهكذا. ليه لما تكون جوه؟ قال لك لان لما احط هنا الحديد الثنائي اللي قلت لك عليه بتاع الهيم هيكون معاه كومبلكس، يكون معاه كومبلكس. يبقى عندي ادي الـ4 حلقات اهو، ادي الحلقه الاولى، ادي الحلقه الثانيه، برتبهم من ايه؟ من اليمين وانت نازل رايح ناحيه الشمال، الحلقه الثانيه، الحلقه الثالثه، الحلقه الرابعه. طيب هو الحلقات هتفضل لوحدها كده ولا المفروض في حاجه تربطها؟ قال لك في حاجه بتربطها. اسمها ايه بقى الحاجه اللي بتربطها ده، او الرابط او البريدج؟ اسمه ميسين بريدج. ميسين بريدج اسمه ايه يا دكاتره؟ ميسين اللي هو ام اي تي اتش اي ان، ميسين اللي هو عباره عن ايه؟ سي اتش في النص، دبل بوند وايه وسنجل بوند. لو بصيت كده هتلاقي البورفيرين ده يا دكاتره، بص كده معايا واحده واحده، مثلا نبدا من الحاله الاولى، دبل سنجل، دبل سنجل، دبل سنجل، دبل سنجل، في ايه؟ كونجوجيشن. طيب احنا كنا خدنا في التحليليه من ضمن الحاجه اللي اسمها الكروموفور اللي هي المواد الحامله للون، اللي هي الايه؟ الكونجوجيتد سيستم اوف دبل بوند. وبالتالي المركب ده هو البورفيرينز ده ليها هاي افينيتي تو ابزورب ايه؟ اللي هو الضوء، اللي هو اللايت. ومش اي لايت ده، كمان بيعملوا ابزوربشن في الايه؟ في الفيزيبل ريجيون. يعني ايه في الفيزيبل ريجيون؟ يعني انا قلت لك لو المركب بتاعي بيمتص الضوء في اي منطقه تانية غير الفيزيبل ريجيون مش هيظهر لي لون، لكن لو يمتص ضوء او طاقه في الفيزيبل ريجيون هتلاقيه ملون جدا. عشان من اهم خصائص البورفيرين ده هي انها بتكون ديبلي كولرد، يعني مركبات ملونه بطريقه رهيبه، يعني الالوان بتاعتها ظاهره جدا فاقعه. ليه يا دكتور؟ لانها عندها كونجوجيتد سيستم بتاع الدبل بوند اللي هو بيبقى ابزورب الانرجي في ايه؟
في الـ visible region. طيب انا عندي الاربع حلقات اهما قدامك ومربوطين بالظبط بميثين بريدج، او بقول عليه ميثيلين بريدج، الاثنين واحد، ميثين او ميثيلين. طيب الاربع حلقات دول وهم متصلين ببعض كده بالميثين بريدج بيكونوا ان سبستيتيوتد. في الحلقه في الشكل اللي قدامك ده ان سبستيتيوتد، الشكل ده بقى اللي هو الان سبستيتيوتد ده بقول عليه اسم بورفين. اسمه ايه؟ بورفين، اهو اللي هو البورفين. البورفين ده يا دكاتره اصلا مش موجود في الطبيعه خالص، يعني مبقاش موجود تماما. هو انا عشان بس افهم الدنيا مشيت ازاي او البورفين اتكون ازاي بقول لك ان هو جاي من بورفين. طيب لما يحصل له بقى سبستيتيوشن، يعني ايه سبستيتيوشن؟ يعني الاتشات عند الارقام اللي انا عاملها لك دي 1 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، الاتشات اللي عليها يحصل لها سبستيتيوشن باي سبستيتوانت هنقوله دلوقتي او سايد تشين، في الحاله دي بقى يديني الايه؟ يديني البورفرين. يديني الايه؟ البورفرين. يبقى لما يسالك في الامتحان البورفرين عباره عن ايه يا دكتور؟ هتقول له عباره عن اربعه بايرون رينج مربوطين بايه يا دكتور؟ مربوطين ميثين بريدج. طيب هل هو بيكون سبستيتيوت ولا ان سبستيتيوت؟ البورفرين عادي بيكون سبستيتيوتد، لكن البورفين بيكون نون سبستيتيوتد. طيب بيكون ليه لون؟ ايوه ليه لون يا دكتور، ليه؟ لانه كونجوجيتد سيستم للدبل بوند. طيب بيقول لك ان كلمه بورفين دي بقى جايه من الكلمه اليونانيه بورفا او بورفريا، معناها بيربل، معناها اللون البيربل. طيب انا الرسمه دي تقيله، الرسمه دي تقيله شويه، يعني حتى تبص لها كده انت هترسم الدبل بوند فين والليله دي كلها فين. فانت هم سهلوها علينا شويه وعملوا شكل اللي هو الايه؟ البلس الكبير ده، ده هو البورفيرين اهو قدامك او البورفين، بس معلوش سبستيتيوشن. الحاله الاولى دي 1 2 3 4 حلو، وبيكون بيبقى فيه سبستيتيوشن قدامك كده. طبعا دي الرسم اللي هي على اليمين دي اسهل بكتير من الرسمه اللي على الشمال، يعني لو طلبت منك في الامتحان يعني ما بيطلبهاش، سهل ان انت ترسمها. تمام. طيب ايه السايد تشينز اللي موجوده على البورفيرين رينج؟ قال لك على حسب السايد تشين هيديني انواع مختلفه من الايه؟ من البورفرين. عندنا اما اسيتيت اللي هي سي اتش 2 سي او اتش برمز لها بالرمز اي، او بروبيونيت اللي هي زود سي اتش 2 على الاسيتيت تبقى بروبيونيت. طيب بعد كده عندنا ميثايل، شيل السي او اتش من الاسيتيت تبقى ميثايل. الفاينايل بيحصل له لو عملت دي كاربوكسيليشن، لو شلت السي او اتش من البروبيونيت يدينا الفاينايل، لان هيحصل هنا ايه؟ ان ساتوريشن. يبقى انا عندي عندنا اربعه انواع من السبستيتيوشن على البورفين رينك، اسيتيت بروبيونيت ميثايل فاينايل، ماشي. وقلت لك على حسب السبستيتيوشن هيديني انواع مختلفه من ايه؟ من البورفين. طيب قلت لك الميثايل جروب بتنتج من الديكربوكسيليشن للاسيتيت، اما الفاينايل جروب بتنتج من الديكربوكسيليشن للبروبيونيت، ماشي. كلام سهل وبسيط خالص. طيب تعالوا بقى نشوف انواع البورفرين. عندنا يا دكاتره تقريبا ثلاث انواع كبار من البورفرين. عندنا اورو بورفرين او يورو بورفرين، وعندنا كوبرو بورفرين، كو برو بورفرين عشان تعرف تنطق. يورو بورفرين او في دكاتره بتقول عليها اورو، اورو بورفرين، وفي كو برو بورفرين بنطقها على بعضها كوبرو بورفرين، وعندها بروتو بورفرين. شفت كلمة بروتو دي هي يعني الأولي، يعني هو ده بقى الأساس بتاعي في تكوين الهيم. يعني لما يقول لك في الامتحان إن اليورو بورفرين هو اللي بيكون الهيم، لا هو البروتو بورفرين. البروتو بورفرين هو البيرنت بتاع الإيه؟ بتاع البورفرين أو بتاع الهيم. طيب إحنا قلنا في ثلاث أنواع كبار، ماشي؟ الثلاث أنواع كبار دول بقى بيتصنفوا سب كلاسيفيكيشن. بيتصنفوا إيه؟ سب كلاسيفيكيشن. السب كلاسيفيكيشن اما يكون تايب 1 بورفرنس او تايب 3 بورفرنس. تايب 1 يعني مثلا اقول لك ايه؟ يورو بورفرين 1، تايب 3 يورو بورفرين 3، كوبرو بورفرين 1 كوبرو بورفرين 3. البروتو بورفرين ما عليكش بروتو بورفرين 1، انت عليك البروتو بورفرين 3 بس. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ هنفهمهم في الاستراكشر دلوقتي. قال لك ان التايب 1 بيحتوي على سيمتريك سبستيتيوشن. يعني ايه سيمتريك سبستيتيوشن؟ يعني السبستيتيوشن بتاعته متشابه على جميع الحلقات. يعني لو في اسيتيت وبروبيونيت على حلقه يبقى اسيتيت وبروبيونيت بنفس الترتيب على الثلاث حلقات اللي باقيين. طيب التايب 3 بورفرين بقى
بيكون اسيمتريك سبستيتيوشن على رينج 4 بس، على رينج 4 اللي هي الرينج الاخيره، اللي هي الرينج دي، اللي هي رينج 4 دي، بلاقي فيها اسيمتريك سبستيتيوشن. يعني انت بتلاقي ان 1 و2 و3 و4 و5 و6 ممكن يكونوا شبه بعض، بس 7 و8 السبستيتيوشن بيكون مختلف شويه، او مش لازم يكون مختلف، ممكن يكون ترتيبه ذات نفسه مختلف. ماشي، بقول عليه تايب 3 بورفيرين، وفي الحاله دي بقولها عليه هو الفسيولوجيكال امبورتنت للايه، للانسان، لان احنا هناخد ان التايب 3 بورفيرين ده هو اللي بكون منه الهيم. طيب تعالوا بقى نشوف الانواع المختلفه من البورفيرين على حسب السبستيوشن. عندنا اول نوع الاورو بورفيرين او اليورو بورفيرين، عندنا يورو بورفيرين تايب 1 ويورو بورفيرين تايب 3. طيب نوع السبستيوشن اللي على اليورو بورفيرين، قال لك اسيتيت وبروبيونيت، اسيتيت وبروبيونيت. عشان بس اختصار ليك انت وتبقى عارفه، هو انت، انا كنت لما كنت في الكليه كنت بحفظه باختصار يوروب يوروب يورو اب، اهو يورو اب. يبقى لما يسالك في الامتحان ايه نوع السبستيتيوشن في اليورو بورفيرين، هتقول اسيتيت وبروبيونيت. طيب انا قلت لك اليورو بورفيرين 1، يبقى انت طبيعي هتجمع ان كل السبستيتيوشن هيكون بنفس الترتيب اللي هو في كل الحلقات. يبقى الحلقه الاولى هلاقي السبستيوشن على الكربون رقم 1 اي بي، اي بي على الكربون، على الحلقه الثانيه اي بي، على الحلقه الثالثه اي بي، على الحلقه الرابعه. هل في اختلاف؟ لا، يبقى بقول عليه ده سيمتريك سبستيوشن، سيمتريك سبستيوشن، هلاقي اي بي اي بي اي بي اي بي. طيب بص كده معايا بقى، اليورو بورفيرين 3 اي بي ماشي، اي بي ماشي، اي بي ماشي. بص بقى الحلقه رقم 4 بي اي، هنا المختلف اهو بقى، هنا الاختلاف هو البي والاي، هنا عكست السبستيتيوشن، بسمي بقى في الحاله دي يورو بورفيرين 3. يبقى اليورو بورفيرين نوع السبستيتيوشن ايه يا دكاتره؟ اسيتيت وبروبيونين. طيب نشوف الكوبرو بورفيرين، كوبرو بورفيرين بيكون عكس التاني، عكس اليورو بورفيرين. اليورو بورفيرين اسيتيت وبروبيونيت، لا انا هنا بغير الاسيتيت بخليها ميثايل، بخليها ايه يا دكاتره؟ ميثايل. يبقى كوبرو بورفيرين بيكون ميثايل وبروبيونيت. بلاقي في كوبرو بورفيرين 1 انت اللي هتقول ام بي ام بي ام بي ام بي، يبقى ده كوبرو بورفيرين 1، يبقى ده سيمتريك سبستيوشن. الكوبرو بورفيرين 3 طبيعي هتتوقع ان عند رقم 4 بي ام مش ام بي، يبقى انا بادئ بام بي في كل الحلقات، لا هنا اتعكسوا بقى بي ام. حلو، ممكن يجيب لك الشكل ده في الامتحان ويقول لك ده تايب 1 ولا تايب 3، انت ما تحفظ، انت هتبص للسبستيوشن وعينك على طول على ايه، على الرينج رقم 4. لو كان الترتيب بتاعها، الترتيب بتاعها نفس ترتيب الحلقات، يبقى ده تايب 1. لو كان عكس ترتيب الحلقات اللي فاتوا اللي هم 3 حلقات 1 2 و3، يبقى ده هيبقى تايب ايه، تايب 4. جميل جدا. نشوف بقى البروتو بورفيرين 3. عندنا بقى البروتو بورفيرين ده دكاتره بقول عليه عشان الحته دي مهمه، بروتو بورفيرين 3 او بروتو بورفيرين 9 اللي هو 9. يعني لو جاب لك في الامتحان بروتو بورفيرين 3 ممكن يجيب لك بروتو بورفيرين 9، عشان ما تقولش هي جت منين، الاثنين واحد. طيب ده بقى بيكون فيه 3 سبستيوشن، ميثايل وفاينايل وبروبيونيت. ام في بي، ام في بي، ها ام في بي ماشي، افتكر ده اسمه مصارع او حاجه زي كده، يعني اللي هو الام في بي، الناس اللي بتتابع مصارعه او حاجه زي كده، ما علينا، هو ام في بي. طيب الترتيب بتاعه بقى بيكون ام في، بعد كده الحلقه الثانيه ام في، بص بقى اللي بعد كده ام بي، اختلف، وبعد كده بي ام، يعني ده ما شاء الله مختلف تماما تماما، يعني ده تايب 3 صرف. ليه يا دكتور؟ اصلا السبستيتيوشن كلهم مختلفين عن بعض، هو الحلقه الاولانيه والثانيه اللي زي بعض، الحلقه الثالثه والرابعه هم ام بي، بس حتى في الترتيب بتاعهم مختلفين عن بعض. يبقى ام في ام في ام بي بي ام، بتنتهي ببي ام. ده بقى هو اللي انا بجيبه، هو ده اهو اللي هو البروتو بورفيرين 3 او البروتو بورفيرين 9، واقوم حاطط جواه الاف اي بلس 2 ويعمل لي كومبلكس كده، يبقى ده الهيم. يبقى لما يقول لك في الامتحان الهيم عباره عن كومبلكس اوف نقط، هتقول له البروتو بورفيرين 3 مع الفيروس. ماشي،
نركز بقى كده مع بعض. البورفرينز دي يا دكاترة، البورفرينز دي لو لاحظنا ان موجود فيها نيتروجين نيتروجين نيتروجين، النيتروجين اللي في النص دون ليه القدرة ان هو يعمل كومبلكس، ليه القدرة ان هو يعمل كومبلكس مع ميتالز. بقول عليها لما يعمل كومبلكس مع ميتالز ميتالو بورفرينز، ميتالو بورفرينز، تمام. طيب في الحالة دي الميتال بيبقى موجود في البوكيت، موجود في النص بالظبط هنا كده، وكل النيتروجين اللي هنا بيعمل ايه؟ رابطة تناسقية، رابطة تساهمية تناسقية، كوردينيت بوند، طالما بقول كومبلكس ماشي، بيبقى في النص هنا كده. طيب ايه انواع الايه الميتالز اللي ممكن ترتبط بالبورفيرين؟ عندنا 3 انواع، عندنا اما يكون مغنيسيوم، وفي الحالة دي مغنيسيوم مع البورفيرين بيدي الكلوروفيل، والكلوروفيل طبعا معروف اللي هو الصبغة بتاعة النبات اللي لونها اخضر، شفت الملونة ازاي؟ نتيجة وجود الايه البورفيرين. طيب اشهر مثال طبعا عندي اللي هو الهيم، الهيم ده عبارة عن ايه؟ ايرن في النص، اللي هو الحديد الثنائي، ايرن الحديد الثنائي مش الحديد الثلاثي، مهمة وبتيجي في الامتحان، اللي هو الايرن في الفيرس ستيت مش في الفيرك ستيت، بيديني طبعا اللي هو الايه الريد كلر بتاع البلاد. كمان الكوبالت ممكن يكون موجود في الايه في الفيتامين بي 12 في البكتيريا. يبقى انا عندنا 3 انواع من الميتال، اما مغنيسيوم اما ايرن اما كوبالت، وعلى حسب نوع الميتال بيدي نوع مختلف من الميتالو بورفر. طيب تعالوا نتكلم بقى عن الهيم شويه. الهيم هو الموست كومن ميتالو بورفرين ان هيومن، لانه موجود في الانسان، ومن خلاله بكون الايه بكون الهيموجلوبين. طيب الحته دي بقى في الامتحان دايما بتيجي في الامتحان، الهيم عباره عن ايه يا دكاتره؟ عباره عن كومبلكس ما بين حاجتين، البروتو بورفرين 3 او البروتو بورفرين 9 اللي هو البادئ بتاع البورفرين، والايرن ان ذا سنتر. بص كده للشكل اللي قدامك ده اهو، ادي الميثايل فاينايل ماشي، وادي الميسين او الميسيلين بريدج، ادي ميثايل فاينايل تمام، ميثايل بروبيونيت، بروبيونيت ميثايل. بص بقى كده الان، لان شفت بص بص، ادي حلقه البيرول، ادي حلقه البيرول، ادي حلقه البيرول، ادي حلقه البيرول، الان كلها بتكون موجهه لجوه، لجوه الحلقات، لجوه البوكيت، عشان يكون رابطه كوردينيت مع الايرن الثنائي، مع الايرن الثنائي، يبقى هنا في الفيروس ستيت. طيب بيقول لك بقى ان الهيم ده هو مش بس موجود في الهيموجلوبين، لا ده موجود في حاجات كتيره قوي. قال لك موجود في الهيموجلوبين، لان طبعا الهيموجلوبين بيشتغل كاكسجين كارير، موجود كمان في المايوجلوبين اللي هو اكسجين كارير فين؟ في المصل، موجود في السيتوكروم زي السيتوكروم بي 450 اللي هو السيتوكروم اوكسيديز اللي خدناه في الالكترون ترانسبورت تشين، او اللي قلناه في الالكترون ترانسبورت تشين، كمان موجود في الكاتاليز والبيروكسيديز انزيم. موجود فين يا دكتور؟ موجود على الاكتف سايت، موجود على الايه؟ على الاكتف سايت بتاع الانزيمات دي. وبالتالي لما يقول لك في الامتحان ان الهيم هو البروسيتيك جروب بتاع الهيموجلوبين اونلي، غلط. ليه يا دكتور؟ لانه موجود في الهيموجلوبين، موجود في المايوجلوبين، موجود في السيتوكرومز، موجود في الكاتاليز والبيروكسيديز. طيب النوع ده بقى اللي هو الهيمز ده، الهيم ده بقول عليه هيم بروتينز او الهيموجلوبينز يعني، لان لما الهيم يرتبط بالبروتين معين زي الجلوبين بقول عليه هيم بروتين. ده سهل تكسيره وتكوينه، يعني الجسم بيحب النوع ده قوي. ليه؟ لانه ما بيتعبوش، بيتكسر بسهوله وبيكونه بسهوله، تمام. طيب في حاجه برضو احنا هنبدا دلوقتي في السنتس، هنبدا دلوقتي في الايه في السنتس. بص كده معايا، احنا في السنتس هناخد حاجه اسمها تكوين بورفيرينوجين، بورفيرينوجين، في حاجه اسمها يورو بورفيرينوجين. ايه ده يا دكتور؟ مش انت قلت لي يا دكتور اسمها يورو بورفيرين 3؟ امال ايه يورو بورفيرينوجين دي؟ او جين اللي في الاخر دي جت منين؟ بص كده معايا، اليورو بورفيرين 3 او اليورو بورفيرين عامه او البورفيرين عامه بيكون في حاجه اسمها الميسين بريدج او الميسين او الايه الميثينايل بريدج. طيب اما بقى لما بيحصل له ريدكشن بيديني الريديوس دو فورم، بشيل الدبل بوند خالص في ايه في الميسين بريدج ده، ويتحول لميسيلين بريدج.
يتحول لإيه يا دكاترة؟ لميسيلين بريدج. يبقى هنا ده الأوكسيدايزد فورم لأنه فيه ميسين أو ميثينايل بريدج، ده ريديوسد فورم عشان فيه ميسيلين بريدج لأن شلت الدبل بوند. طيب ده في بقى حاجة مميزة قوي، إن هنا لما شلت الدبل بوند من على الميسين بريدج فكلي الكونجوجيشن، وطالما فكلي الكونجوجيشن يعني مفيش لون. يبقى الانواع دي اليورو بورفيرينوجينز او البورفيرينوجينز عامه بتكون كولرلس، اما البورفيرين بتكون كولرد. تمام، ده قبل ما نبدا الايه، قبل ما نبدا السنس. طب انا هبدا السنس بقى بتاعي. قال لك البايوسنسس بتاع الهيم لازم اعرف المكان بتاعه بيحصل فين، وكمان البادئ بتاعه اللي هو السبستريت انا هبدا بايه بالظبط. ماشي، قال لك المكان بتاع الهيم، الهيم بيتصنع في كل التيشوز بتاعه البودي. يعني انا في مكان معين بس، مش كل التيشوز اللي هي يعني انا مثلا تيشو محتاجه هيم هصنع هيم، بس انا مش محتاج اصنعه ليه؟ يعني اسيبه مثلا على الرف مثلا ولا حاجه؟ لا، انا في الحالات اللي هي المعينه ان التيشوز محتاجه هيم هتصنع الهيم بتاعها. تمام، بس في بقى ميجور سايتس. يعني ايه؟ يعني دايما كده يقول لك ده سوبر ماركت صغير، لكن بقى في سوبر ماركت كبير قوي في مول، ماشي، ده هو اللي بيصنع بقى الهيم. اللي انا دايما اروح اسال على الهيم عليها متاكد 1000000%، هلاقي ان عنده هيم في اي وقت. ايه الميجور سايتس بتاعتي بقى؟ الليفر والبون مار. الليفر ليه دايما بيصنع الهيم؟ عشان يصنع اللي هو الانزيم بتاعه اللي هو السيتوكروم بي 450 اللي هو المسؤول عن الميتابوليزم. ماشي، كمان البون مارو نخاع العظام. ايش معنى البون مارو يا دكتور؟ طب ما هو البون مارو في الاريثروبلاست اللي هو بيكون الار بي سيز، الاريثروسايتس، اللي هو دايما على طول في كونتينيوس ايه؟ كونتينيوس نيد للهيموجلوبين، للهيم، وبالتالي لازم يتصنع على طول في البون مارو. يبقى بيتصنع في الليفر ويصنع في البون مارو، ده الميجور سايتس. بيقول لك بقى ان في الار بي سيز، يعني لما باجي اصنع الهيم في الار بي سيز ما بيتصنعش في كل انواع الار بي سيز، بيتصنع في النورمو بلس اللي هي العاديه النورمو بلس، بس ما بيتصنعش في الماتيور ار بي سيز. ليه يا دكتور ما بيتصنعش في الماتيور ار بي سيز؟ لان الماتيور ار بي سيز يا دكاتره حصل لها ماتيوريشن، ماشي، كبرت في السن، ولما بتكبر في السن بعض عضيات الخليه بتتاكل او بتتشال منها، من ضمنها الميتوكوندريا. الميتوكوندريا لما بتتشال كده الخلية بتاعتي مش هتقدر تصنع الايه، الهيم. ليه؟ لان الهيم يا دكاترة بيتصنع في الميتوكوندريا والسيتوبلازم، وبالتالي خلية ما فيهاش ميتوكوندريا يبقى وانت مغمض الهيم مش هيتصنع فيه. يبقى دلوقتي انا عندي التيشو سايت بتاعي الليفر والبون مارو، لكن اللي هو المكان بقى جوه التيشو او جوه الخلية بيكون في الميتوكوندريا والسيتوبلازم. ودايما يقول لك الماتيور ار بي سيز بتصنع هيم، غلط. ليه؟ لانها تعمل لانها ما فيهاش ميتوكوندري. طيب ايه السبستريتس بتوعي بقى؟ قال لك عندنا ثلاثه سبستريت، ساكسينايل كو انزيم ايه. الساكسينايل كو انزيم ايه ده يا دكاتره؟ ده انترميديت. يعني ايه انترميديت؟ يعني مركب وسطي بيتكون خلال دوره كريبس، هناخدها الترم الثاني ان شاء الله وهتزهقوا منها. بيتكون جوه الميتوكوندريا في دورة كريبس، احنا عارفين ان دورة كريبس 1000000% بتحصل في الميتوكوندريا. يبقى الساكسونايل كو اللي بيتكون في الميتوكوندريا ده اهو، شوف سبحان الله، ايه الجسم بيستخدمه عشان يكون الايه، الهيم. طيب عندنا الجلايسين امينو اسيد، الجلايسين امينو اسيد حمض اميني هناخده مع الايه، مع البروتين ان شاء الله، والايرن في الفيروس ستيت، وده هنحتاجه في اخر خطوه خالص. تمام، يبقى انا السبستريت هما الساكسونايل كو ايه والجلايسين والايه والفرس. دايما بيجيهم لك الثلاثه ويقوم مغير الفرس ده لفرك، ركز دي لان دي ممكن تجي لك فيه صح وغلط. طيب تعالى نبدا بقى خطوات التصنيع بتاع الهيم داخل الجسم. عندنا اول خطوه واخر ثلاث خطوات، ركز، اول خطوه واخر ثلاث خطوات بيحصلوا في الميتوكوندريا، باقي الخطوات كلها بتحصل في السيتوبلازم. تاني، أول خطوة وآخر ثلاث خطوات بيحصلوا في الميتوكوندريا،
the first and the last three steps occur in mitochondria. The ايه؟ other steps occur in cytoplasm. ركز بقى معايا، قلت لك انا ببدأ بحاجتين، الساكسينيل كو انزيم A، الساكسينيل كو انزيم A والجلايسين. ارسم بقى كده الخطوة دي، مطلوب منك المعادلة بتاعتها تحفظها، مطلوب منك المعادلة بتاعتها تحفظها. طيب ادي الساكسينيل كو A برسمه ازاي؟ بص يا دكاترة، انا عندي الساكسينيك اسيد بيكون CH2 CH2، وكل واحدة فيهم مرتبطة بسي او اتش، كل واحدة فيهم مرتبطة بسي او اتش. طب انا عايز اعمل ساكسينيل كو انزيم A، بشيل الاو اتش واستبدلها باس سي او اي، اللي هي اس سي او اي اللي هي الكو اي، يبقى ليه اسمه ساكسينيل كو اي. يبقى لما تيجي ترسمه هترسم اربع كربونات، اول كربونه بتكون كربوكسيل جروب، الاثنين التانيين سي اتش 2، الاخيره بتكون سي دبل بوند او اس سي او اي. ماشي. عندي الجلايسين، الجلايسين امينو اسيد ده هناخد ان هو السمبلست فورم بتاع الايه، بتاع الامينو اسيد. بيتكون من حاجة، من ثلاث حاجات، سي اتش 2 ماسك فيها ان اتش 2 وماسك فيها سي او اتش. تمام. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيحصل كوندنسيشن. كوندنسيشن يعني المركبين دول هيمسكوا في بعض وهيخرج مجموعات. المجموعات اللي هتخرج بقى، ركز معايا ركز معايا، بص كده، انا هخرج سي او 2 اهي في الجلايسين، هخرج سي O2. جميل. ماشي، ادي ال CO2 هتخرج، ال H بتاعتها دي بقى هتقوم رايحه لل SCO وتخرج في صوره CoASH او HSCoA. يبقى انا خرجت الاثنين دول اهم. يجي بقى المركب اللي باقي ده اهو، يمسك في ايه؟ في الساكسينيل CoA من عند السي اللي فيها دبل بوند O. يعني من الاخر هيجي يمسك مكان ال SCOA. بص كده المركب اللي طالع CoH اهو، CH2 اهو، CH2 اهو، السي دبل بوند او هنعملها، ممكن تعملها انت لتحت او ممكن تعملها في الجنب، وات ايفر، هيمسك بقى في السي اتش 2 ان اتش 2. المركب اللي طالع بقى ده اسمه دلتا امينو ليفيولينيك اسيد، ما يطلعش من دماغك، دلتا امينو ليفيولينيك اسيد اختصاره ALA. طيب الانزيم اللي بستخدمه انا بكون هنا ALA، يبقى الانزيم اسمه ALA سينثيز. شوف سهله ازاي، ALA سينثيز. طيب الانزيم ده بيحتاج ماده اسمها BLB اللي هي البيرودكسال فوسفيت. البيرودكسال فوسفيت ده اهو في موجود في الفيتامين بي 12، ماشي، او فيتامين بي 6 على ما اتذكر يعني. المهم هنقوله في اخر المحاضره يعني. يبقى انا عندي دلوقتي الساكسينيل كو اي يتحد مع الجلايسين، يخرج كو اي اس اتش، ويخرج كربون دايوكسيد، وايه، والمركبين ارتبطوا ببعض ويتكونوا لي دلتا امينو ليفيولينيك اسيد. طيب انا سميته دلتا ليه يا دكاتره؟ لان انا بسمي هنا دي كربونه، دي الفا، تاني كربونه بيتا، تالت كربونه جاما، رابع كربونه دلتا، يبقى دلتا امينو ليفيولينيك اسيد. هنا الرياكشن ده قلت لك ان هو بيحتاج البيرودوكسال فوسفيت. طيب بص بقى معايا الرياكشن ده، انا قلت لك ليه المعادله بتاعته حفظ، لان هو ده الريت ليميتنج ستيب بتاع الهيم سينثيسيس، يعني اهم خطوه في التفاعل. يعني بيقول لك ايه ده، دي اول خطوه في السلم، انت ما طلعت الخطوه دي صح هتكمل بقيه الخطوات صح، طلعتها غلط كده انت مش هتكمل بقيه الخطوات اصلا. يبقى دي اهم خطوه بقول عليها الريت ليميتنج ستيب بتاع الباسوي. الخطوه دي هي اللي من خلالها بعمل ريجوليشن للايه، لعمليه تصنيع الهيم. يعني ايه ريجوليشن يا دكتور؟ يعني انا دلوقتي جسمي ما بيتنوش يصنع هيم على طول، هو بيصنع هيم لحد ما يكفي احتياجاته، لحد ما يكفي احتياجاته وبعد كده بيوقف. طيب هيوقف ازاي؟ قال لك هيوقف الخطوه ده، اول خطوه ده هو اللي هيوقفها. طالما الخطوه دي وقفت يبقى بقيه الخطوات مش هتتم، يبقى هو الريت ليميتنج ستيب او الكوميتد ستيب. الكلام كله واضح، قال لك الريجوليشن بيتم عن طريق الخطوه دي. بيتم عن طريق الخطوه دي ازاي؟ قال لك عن طريق ان انا هتحكم في الانزيم ده، وهنشوف هيتحكم فيه ازاي دلوقتي. طيب انا دلوقتي المفروض احنا ندرس الريجوليشن في الاخر، بس عايز افهمك حاجه. انا دلوقتي شغال وبصنع الهيم، يجي بقى الهيم خلاص اتكون بالكميه المطلوبه،
فاكرين في جزء الانزيمات كنت بقول لك ان اخر برودكت هو الفاينل برودكت بيشتغل كفيد باك انهبيتور لاول انزيم في التفاعل؟ هنا الهيم خدناها على فكره كمثال في محاضره الانزيم، بيشتغل كفيد باك انهبيتور ان هو يوقف اول خطوه في التفاعل اللي هي الاي ان اي سينسيز، بيمنع الانزيم ده اهو ماشي عن طريق ان هو بيعمل ايه، بيمنع الترانسكريبشن بتاعه او بيمنع تكوين الانزيم عامه، بيمنع عمليه الايه التكوين بتاعه من الدي ان ايه في الاول، بيمنع عمليه تكوين الايه تكوين الانزيم. يبقى في الخطوه دي انا عندي حاجات كتير قوي، انا عندي معجنه اسئله هنا، معجنه اسئله بتحصل في الايه في النقطه دي. اول حاجه يقول لك الخطوه انهي خطوه اللي بتكون ريت ليميتنج ستيب، هتقول له اول خطوه اللي هي تكوين الدلتا امين ريبيولونيك اسيد. طيب اسم الانزيم ايه؟ ايه اللي اسنسيز، بعمل له ريجيليشن ازاي؟ عن طريق الهيم اللي هو بيشتغل كفيدباك انهبيتور للانزيم ده، تمام. ممكن يقول لك في الامتحان ارسم لي الريت ليميتنج ستيب في الهيم سينس، تقوم كاتب له الخطوه دي، تمام. انا كده كونت الدلتا امين ريبيولينيك اسيد، ده بقى يقوم خارج على طول السيتوبلازم. انا قلت لك اول واخر ثلاث خطوات بيحصلوا في الايه في الميتوكوندريا، ده يخرج للسيتوبلازم. وايه اللي هيحصل بقى الخطوه دي برضو؟ يعني انا عايزك تفهمها او تعرفها، بس هي يعني مش هتجيلك في الامتحان رسمي، يعني قليل قوي لما بيطلبوها في الامتحان، بس كانت دكتوره نهله قبل كده من 3 سنين طلبتها رسمي ماشي. هنا ايه اللي بيحصل بقى يا دكاتره؟ قال لك بكون حاجه اسمها البورفو بايلينوجين، اهو بورفو بايلينوجين، بورفو بايلينوجين اختصاره بي جي. هنا بيتكون ازاي؟ قال لك عن طريق الدلتا امين ريبيولينيك اسيد، بجيب جزيئين منه. بجيب ايه يا دكاتره؟ بجيب جزيئين منه يتحدوا مع بعض ويحصل لهم كوندنسيشن بانزيم غايه في الاهميه، ما يقلش اهميه عن الانزيم الاولاني. الانزيم الاولاني اسمه اي ال اي سينسيز، لا ده اسمه اي ال اي دي هيدراتيز، يعني بيشيل ميه، مش اسمه هيدراتيز، لا دي هيدراتيز. ايه اللي يحصل؟ يجي الكربون ده اللي هي الكربونال جروب دي مع الاتش 2 اللي هي رقم 3 في الايه في المركب الاولاني يتشالوا، وده برضو الاثنين اتش دول مع الاكسجين دي، ويكون لي المركب الايه السايكليك ده اهو اللي هو البورفو بايلينوجين. بص كده للشكل ده كده، ادي البيرون رينج، برافو ادي بيرون رينج. يبقى في الخطوه الثانيه بدات اكون البيرون رينج. طيب ما تبص كده معايا، هتلاقي ان انت في الخطوه دي كونت اول بايرول رينج. كونت ايه يا دكاتره؟ اول بايرول رينج. الانزيم ده ليه اسم تاني، انا قلت لك ايه اللي ايه دي هيدراتيز. انا ممكن اسمي الانزيم على حسب الناتج بتاعه، ممكن اقول بورفو بايلينوجين سينسيز، بورفو بايلينوجين سينسيز. طيب الانزيم ده بقى فيه حاجه مميزه قوي، مش انا كنت بقول لك ان كل انزيم بيكون ليه حاجه جواه، يعني بيحتاج كو انزيم معين، بيحتاج مثلا ميتال معين، بيحتاج فيتامين معين. هنا الانزيم ده هو بيحتاج الزنك، يعني عشان يشتغل بيحتاج الزنك، وبالتالي لو في ماده شبه الزنك موجوده في التفاعل ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كومبيتيشن، كومبيتيتيف انزيم انهيبيتور. فاكرينها يا دكاتره في جزء الانزيم؟ اه. بيكون هنا بقى الليد اللي هو الرصاص، الليد تكافؤه ثنائي زي الزنك بالظبط، فهيتنافسوا هما الاثنين على الاكتف سايد بتاع الانزيم، فايه اللي يحصل؟ الانزيم يقف، يحصل له انهبيشن، وبالتالي عشان اوقف الخطوه دي الليد هو اللي هيوقف الخطوه دي، وده انا مش عايزه. الليد طالما موجود هيعمل لي ليد بويزنينج اللي هو التسمم بالرصاص. ليه يا دكتور؟ لانه هيوقف لي الخطوه دي خالص ومش هيتكون هيم، يعني مفيش كرات دم حمراء. يعني ايه اللي هيحصل بقى يا باشا؟ هي ايه؟ هيتكون هيحصل عندي انيميا، هيحصل ايه؟ انيميا. طيب هو دلوقتي انا لما اوقف الخطوه دي، طبعا قلت لك هيحصل انيميا، ودي معروفه ليه؟ لان انا طالما وقفت الخطوه دي يبقى بقيه التفاعلات مش هتتم، وبالتالي الهيم مش هيتكون، وبالتالي هيبقى نقص هيم، نقص الهيموجلوبين، ويحصل لي الانيميا، تمام. هنا بقى لما اوقف الخطوه دي الجسم شغال في الخطوه الاولانيه، الله ينور، عمال ياخد الساكسونيل كو اي ومع الجلايسين ويكون الايه اللي ايه كل شويه
كون ايه اللي ايه. طب ما الاي اللي ايه مش عارف يخش الخطوه الثانيه، يبقى ايه اللي هيحصل بقى؟ قال لك في الحاله دي، في حاله النيت بويزنج برضو، الاي اللي ايه هيتراكم، يحصل له اكيوميليشن في الجسم. طب ما ايه يعني، طب انا ممكن استخدمه في حاجه ثانيه. قال لك لا، الاي اللي ايه ده بقى يا دكاتره ده توكسيك، توكسيك بص كده معايا، للبرين بالذات. ليه يا دكتور؟ قال لك لو بصيت للاستراكشر بتاعه هتلاقيه شبه الجابة بالظبط، هو الفرق الوحيد اللي ما بينهم اللي هي الكربونايل جروب دي. الكربونايل جروب دي يعني هو تقريبا الفرق ما بين الجابة والايه والايه اللي ايه. طيب الجابة ده احنا عارفين ان هو انهبيتوري نيورو ترانسميتر، وبالتالي هنا الايه اللي ايه ده هيتراكم في المخ وايه، وهيعمل كومبيتيشن مع الجابة على الريسبتور بتاعه ويوقف لي الجابة، يعني كده الدنيا خربت في المخ. طيب ايه كمان؟ لما الجسم يلاقي الاي اللي ايه ده بيزيد يحصل له اوتو اوكسيديشن. يحصل له ايه؟ اوتو اوكسيديشن. لما يحصل له اوتو اوكسيديشن يتحول لار او اس، اللي هي الروز، اللي هي رياكتيف اوكسجين سبيشيز، اللي هي الفري راديكال، والفري راديكال دي طبعا مدمرة للخلايا كلها، وبالتالي هيعمل لي نيورولوجيكال سيمتومز، يعني اعراض عصبيه. يبقى لما يسالك في الامتحان الاعراض العصبيه الخاصه بمرض هناخده في الاخر اسمه البروفوريا نتيجه الاي اللي ايه، ان هو تراكم جوه المخ، تراكم فين يا دكاتره؟ جوه المخ. طيب بص كده معايا، انا قلت لك ان البورفوبايلينوجين ده هو الفيرست انترميديت لتكوين البيرول. بص البيرول شكلها، وبص بص بيرول الاثنين واحد اهو. طيب هتلاقي هنا كمان في مجموعة مجموعة الاسيتات ومجموعة البروبينات، مجموعة الاسيتات اهو ومجموعة البروبينات، تمام. يعني كده انا بدأت حطيت رجلي على اول سلمة، ماشي. الاي اللي ايه ظبط لي الدنيا وخد لي السبستريت بتوعي وكون لي الاي اللي ايه، الاي اللي سنسيس سوري. بعد كده بقى كونت الايه البي بي جي بتاعي، ده بقى يبدأ بقى يحصل له بقى ايه سايكلايزيشن وحاجات كتيره يخش مع ايه مع بعضها كده عشان يكون لي البورفرين. نشوف ازاي يجي بقى يا دكاتره اللي هو البورفو بايلينوجين ده، هو اربع جزيئات منه يمسكوا في بعض، اربع جزيئات منه يمسكوا في بعض. طيب بص كده معايا، بص للشكل بتاعه البورفو بايلينوجين كده، هتلاقي يا دكاترة إن هو في NH3 أنا مش عاوزها، NH3 أنا مش عاوزها، وبالتالي لما أجي أربط الأربع مركب الأربع جزيئات أنا هشيل NH3، يبقى أتوقع على طول اسم الإنزيم هيكون بورفو بايلينوجين دي أمينيز، بورفو بايلينوجين دي أمينيز. أنا بحول الأمينو جروب لأو اتش جروب. طيب الاربع مركبات هيرتبطوا ببعض كده ويديني مركب لينير، ده كده مركب لينير. واحد يقول لي ايه ده كل الحلقات دي ولينير؟ ايوه، لانه ما اتربطش باخر كربونه، ما اتربطش باخر كربون. بقول على المركب ده اهو، طبعا مش عارف رسمه، هو الهيدروكسي مايسايل بايلان، هيدروكسي مايسايل بايلان ده بيتكون فين يا دكاتره؟ بيتكون في السيتوبلازم. طيب ده لينير، لينير. طيب انا عايز اربطه بقى، بص بقى كده معايا، ادي الهيدروكسي ميثايل بايلان اهو بالشكل بتاع البورفرين اللي انا عايزه. بص كده معايا، ادي الميسين ده بريدج ولا الميسيلين؟ احنا الميسيلين مفيش دبل بوند. ركز بقى لان الخطوه دي فيها لعبه صغيره المفروض الناس تكون خدت بالها منها. ادي الحلقه الاولى، الحلقه الثانيه، الحلقه الثالثه، الحلقه الرابعه، صح؟ الحلقه الاولى قدامك اهي، والثانيه والثالثه والرابعه، جميل جدا. بص بقى كده معايا، انا ايه المشكله عندي؟ انا عايز اربط الحلقه الثالثه بالرابعه، عايز اربط الحلقه الثالثه بالرابعه. هاربط الحلقه الثالثه والرابعه ازاي؟ قال لك عن طريق انزيم اسمه يورو بورفيرينوجين 3، لان المركب اللي بيتكون اسمه يورو بورفيرينوجين 3 سينسيز، سينسيز. طيب بص كده، ادي اليورو بورفيرينوجين، فاكرين اليورو بورفيرينوجين يا دكاتره السبستيتيوشن كان ايه؟ يورو اوبا، يوروبا اي بي اسيتات وبروبيونات، اسيتات وبروبيونات، اسيتات. ايه ده؟ اتغيرت شويه كده. هنا بقى يا دكاتره بص كده للشكل اللي قدامك ده اهو، لما اجي للمركب ده
الحلقة قدامك اهي، بص كده، بص بص بص، الحلقة دي عليها ادي مجموعة الاسيتات، وادي الاو اتش اللي انا عايز اشيلها واربط المركب ده. بص بقى كده معايا، المفروض ان الاسيتات كانت الاول والبروبيونات كانت الاول، صح ولا مش صح؟ صح، لقيتها اتعكست. حد هيقول لي ازاي؟ الله اعلم. لما اجي اربط الحلقتين ببعض بالبريدج بتاعي الاقيت ان المجموعتين دول اتبدلوا. حتى الدكتوره في المحاضره قالت محدش يسالني ليه، لان احنا مش عارفين، هي بتحصل تلقائي سبونتينيوس، مش بالانزيم كمان، لا ده الانزيم مجرد ان هو بيعمل ايه، بيعمل الرابطه دي. تمام، يبقى كده اتكون اليورو بورفيرينوجين 3 سينسيز، اليورو بورفيرينوجين 3. طيب ليه يورو بورفيرينوجين؟ لان الميسيلين او الميسيلين بريدج هو اللي موجود، لكن هناك كان الميسين بريدج. طيب ده في السيتوبلازم. الثلاث خطوات اللي بعد كده بقى ما فهمش استراكشرات. انا بقى بعد كده باخد اليورو بورفيرينوجين 3 ده اهو، واحوله لكوبرو بورفيرينوجين 3. طب هحوله لكوبرو بورفيرينوجين 3 ازاي؟ عن طريق الديكربوكسيليشن. لو انتوا فاكرين ان اليورو بورفيرينوجين كان ايه؟ كان A و B، أسيتيت و بروبيونيت. أما الكوبرو كوبرو كان ميثايل وإيه؟ وبروبيونيت. يبقى في الحالة دي هعمل ديكربوكسيليشن بإنزيم تمام؟ اللي هو اليورو بورفيرينوجين 3 ديكربوكسيليز. تمام، المركب الكوبرو بورفيرينوجين 3 ده أهو يخرج بقى يرجع تاني للميتوكوندريا، شفت؟ ويدخل على اخر ثلاث خطوات، الخطوه السادسه والسابعه والثامنه هنقولها كمان شويه. الكوبرو بورفيرينوجين 3 ده اهو يحصل له ديكربوكسيليشن، يحصل له برضه ديكربوكسيليشن، يبقى الخطوه رقم خمسه والخطوه رقم سته ديكربوكسيليشن، ويديني فاكرين بقى البروتو بورفيرينوجين 9 او بروتو بورفيرينوجين 3، الاثنين واحد. تمام؟ كان الفرق بين الاثنين، بين الكوبرو والبروتو، ان هنا كان في ميسايل وبروبيونيت، وبعد كده كان في ايه، وفي معانا فاينايل. انا لما كنت بعمل ديكربوكسيليشن للفاينايل، للديكربوكسيليشن للبروبيونيت كان يديني الفاينايل، هنا اعمل ديكربوكسيليشن عشان احول الكوبرو للبروتو. طيب انا ده ينفع اشتغل عليه على طول واكون الهيم؟ لا، لانه ايه، بيكون في الريديوسد فورم، بيكون في الريديوسد فورم، وبالتالي لازم احوله للاكسيدايزد فورم. هحول الاكسيدايزد فورم ازاي؟ عن طريق الاكسيديشن، اللي هو البروتو بورفيرينوجين 9 اوكسيديز، يديني البروتو بورفيرينوجين 9. ده هو الاساس او البيرنت بتاعي بتاع الهيم. يبقى انا الخطوه الخامسه والسادسه بعمل ديكربوكسيليشن، الخطوه السابعه بعمل اوكسيديشن، الخطوه السادسه والسابعه والثامنه والاولى بيحصلوا فين؟ في الميتوكوندريا. باقي الخطوات بتحصل فين يا دكاتره؟ في السيتوبلازم. نيجي بقى عند الخطوه الاخيره، ادي البروتو بورفرين 9 في الميتوكوندريا، في وجود الاف اي بلس 2 اللي هو الايرن، اللي هو الميتال بتاعي، بيدخل في النص، وطبعا بشيل 2 هيدروجين اللي هم اللي على الاثنين بايرون رينج اللي فيهم نيتروجين عليهم هيدروجين، وبالتالي يتكون لي الكومبلكس اللي هو الهيم. بقدر ارسمه بالطريقه دي او ارسمه بالطريقه الثانيه اللي هي بتاعت اللي هي علامة الزائد الكبيرة اللي أنا قلتها لك في الأول خالص. طيب الإنزيم بقى مهم جدا جدا جدا، ما يقلش أهمية عن إنزيم الخطوة الأولى اللي هو الـ ALA synthase، بقول عليه ALAS، والخطوة الثانية ALA dehydratase أو بورفوبيلينوجين synthase، الاثنين واحد. الإنزيم ده بقى اسمه فيروكيليتيز، فيروكيليتيز يعني بجيب الفرس وأعمل له كليشن مع البروتوبورفرين 9، بقول عليه فيروكيليتيز. الفيروكيليتيز ده بقى يا دكاتره زي وزي الانزيم بتاع الخطوه الثانيه بالظبط، ده بيحصل له انهبيشن بالليد، بيحصل له انهبيشن بايه يا دكاتره؟ بالليد، اللي هو الليد بويزنج. يبقى لما يقول لك الليد بويزنج بيأثر على خطوه رقم كام وكام؟ الخطوه رقم 2 والخطوه رقم 8. تمام، طيب الحته دي برضو مش مهمه، اللي هو الهومو دايميريك انزيم كونتين تو ايرن سلفر كلاسترز، لا ما تهمنيش خالص. طيب انا كده كونت الهيم بقى، انا ادي الاوفر فيو اوف هيم سينسيس، نشوفه برضو بالراحه كده مع بعض. في الميتوكوندريا ساكسينايل كو 8 كون
من الكريبس سايكل يتحد مع الجلايسين بالاي ال اي سينسيز انزيم يديني الدلتا امين ريفيونيك اسيد اللي هو الاي ال اي، يخرج للسيتوبلازم يتحول بانزيم اللي هو الاي ال اي دي هيدراتيز يدينا البورفوبايلينوجين. البورفوبايلينوجين ده يديني الهيدروكسي ميثايل بايلان الاول، وبعد كده الهيدروكسي ميثايل بايلان يكون لي اليورو بورفيرانوجين 3 اللي بانزيم الديكربوكسيليز يديني الكوبرو بورفيرانوجين 3، يدخل للميتوكوندريا يتحول بالديكربوكسيليز للبروتو بورفيرانوجين 3، بانزيم الاوكسيديز يديني البروتو بورفيرانوجين 3 او 9 في وجود الهيم، في وجود قصدي الايرن يديني الهيم. تمام. طبعا السمري قلت لك اهو ان هو الفيرست واللاست 3 ستيبس بيحصلوا في الميتوكوندريا، وبقيه الخطوات بيحصل فين؟ في السيتوبلازم. طيب ازاي بقى اعمل ريجوليشن للسنسز؟ ريجوليشن للسنسز عندنا ثلاث حاجات، عندنا الاي ال اي سنسز وده اهم ريجوليشن، وتاني حاجه الهيفي ميتالز ودي قلناها، وحاجه اسمها الاريثرو بايوتين. طيب الهيم سنسز قلت لك الاساس عندي الاي ال اي سنسز. طيب الاي ال اي سنسز ده بقى بيحصل له ريجوليشن بثلاثه ميكانيزم. اول ميكانيزم قلتها لك اللي هي الريبريشن ميكانيزم، اللي هو ان الهيم اللي هو الفاينل برودكت، الهيم هو الفاينل برودكت انهبت الانزيم ذات نفسه، شوف بيمنع الانزيم ذات نفسه وكمان بيمنع السنسز بتاعه. تمام. ده تيبيكال اكزامبل اوف اند برودكت انهبيشن، لانه بيمنع بيمنع الحاجتين، بيمنع يعني هو الانزيم اتكون يمنعه، الانزيم لسه ما اتكونش يمنع السنسز بتاعه. طيب كمان حاجه اسمها الهيماتين او الهيمين، ايه ده بقى يا دكاتره؟ بص معايا، انا دلوقتي الجسم عمال يكون هيم في سبيل ان هو يلاقي الجلوبين ويتحدوا مع بعض ويكونوا الهيموجلوبين. طيب لو في بقى هيم كتير، لو في هيم كتير في الجسم والجسم عمال يصنع هيم كتير وما بيتحدش مع الجلوبين، يعني هو الجسم صنع الهيموجلوبين بالكميه اللي هو عاوزها وفي هيم زياده، ايه اللي هيحصل بقى؟ قال لك الهيم ده اهو الايرن اللي موجود جواه يحصل له اوكسيديشن. يحصل له ايه؟ اوكسيديشن، ويكون لي الاف اي بلس 3. الاف اي بلس 3 لما تتكون جوه جزيء الهيم بقول على جزيء الهيم في الحاله دي هيماتين او هيم. الهيماتين ده بقى يجي يقول للجسم كفايه بقى عليك كده، انت عمال تكون لي في هيم وانا مش محتاجه، يروح يوقف تصنيع الهيم، تصنيع او يوقف لي انزيم اللي هو الاي ال اي سنسيز. يبقى الهيماتين او الهيمين انهبت اي ال اي سنسيز تو بريفنت اكسسيف انوانتد برودكشن اوف هيم. دي حاجه. كمان حاجه تانية، الهيماتين ده هو بقى بيعمل خطوه رايقه. ايه هي الخطوه الرايقه دي؟ انا ده دكاتره قلت لك ان اول خطوه بتحصل في الميتوكوندريا عن طريق اتحاد او كوندنسيشن ما بين السكسانيل كو اي والجلايسين في وجود انزيم اسمه ايه بقى يا دكاتره؟ اي ال اي سنسيز. الانزيم ده هو بقى بيكون موجود في السيتوبلازم، عشان الخطوه تتم لازم يحصل له ترانسلوكيشن، يعني يغير مكانه من السيتوبلازم للميتوكوندريا. الهيماتين ده هو بقى بيمنع الترانسلوكيشن، يعني بيمنع انتقال الاي ال اي سنسيز من السيتوبلازم للميتوكوندريا، وبالتالي السبستريت موجود حلو بس الانزيم مش موجود، يبقى الخطوه الاولانيه مش هتتم. يبقى كده تصنيع الهيم هيقف من حاجتين بالهيماتين، اول حاجه ان هو بيمنع الانزيم ذات نفسه الاي ال اي سنسيز خالص بيوقفه، تاني حاجه حتى لو ما قدرش يوقفه بيمنع انتقاله من السيتوبلازم لمكان شغله اللي هو الميتوكوندريا، وبالتالي هيوقف تكوين الاي ال اي خالص، وفي الحاله دي هيقف تصنيع الهيم. تمام. يبقى اول ميكانيزم الريبريشن ميكانيزم، تاني ميكانيزم الهيماتين، تالت ميكانيزم الليك اوف فيتامين بي 6 اللي هو البايرودوكسال فوسفيت. انا كنت قلت لك ان هو فيتامين بي 12، لا هي فيتامين بي 6. الانزيم بتاعي بيحتاج كو انزيم اللي هو البايرودوكسال فوسفيت، وبالتالي لو مش موجود البايرودوكسال فوسفيت الانزيم مش هيشتغل او هيقل الاكتيفيتي بتاعته. طيب البايرودوكسال فوسفيت ده هو ايه؟ الفيتامين بي 6. قال لك في بعض الدراجز زي الاي ان اتش اللي هو الايزو نيكوتينيك اسيد هيدرازايت، ده بيقلل الفيتامين بي 6، وبالتالي وجوده هي ايه؟ هيقلل تصنيع الهيم، وتوقع ان هو ممكن يعمل انيميا، وتوقع ان هو ممكن يعمل انيميا. تمام. ده كان اول ريجوليشن. تاني ريجوليشن عندي الهيفي ميتالز، ودي قلناها انهي خطوتين اللي بيحصل لهم انهيبيشن بالهيفي ميتالز؟
خطوة رقم 2 وخطوة رقم 8. يبقى الخطوتين اللي قلت لك بيحصل لهم انهيبيشن بالهيفي ميتالز، الاي ال اي دي هيدروتيز اللي هو في الخطوة رقم 2، وكمان الفيروكيليتيز اللي هو في الخطوة رقم 8، بيحصل لهم انهيبيشن بايه؟ بالليد، عن طريق اللي هو الليد بويزنج. طيب في حاجة اسمها الاي بي او، الاي بي او اللي هو الاريثروبايتين، دي ماليش دعوة بقى بيها بخالص، ملوش قصة، ملوش علاقة بتصنيع الهيم. هو ده الجسم ميكانيزم بيستخدمه عشان يقلل تصنيع الهيموجلوبين عامة. قال لك ان الكدني بتفرز الهرمون ده اسمه الاريثروبيوتين، من اسمه كده، اريثرو يعني اريثرو سايت، بايوتين يعني تصنيع. ده بيحفز تصنيع الار بي سيز، بيحفز تصنيع الار بي سيز، وبالتالي لو الكدني فيها دامج، في مشكلة في الكدني، مش هتطلع الاي بي او، وبالتالي مش هيبقى الهيم او الهيموجلوبين بيتصنع بالكميه المناسبه، او مش هيتصنع الار بي سيز اصلا، وبالتالي يؤدي الى الانيميا. طيب هل هو كده ريجيليشن؟ لا مش ريجيليشن، ده انا بتكلم كده ايه فايده الاريثروبايتين للجسم. تمام، يبقى اللي يهمني هنا في الريجيليشن الاي ال اي سينسيز والهيفي ميتالز او الليد بويزنج. تمام، طيب اخر حاجه بقى عندنا اللي هي مرض خاص بتصنيع البورفيرينز، مرض خاص بتصنيع البورفيرينز اللي هو ايه اسمه؟ البورفوريا، بورفوريا. تمام، ده جينيتيك ديسيز، مرض وراثي. حلو، بيحصل ازاي يا دكاتره؟ او بيحصل ليه؟ نتيجه نقص اللي هو الديفيشينسي بتاع اي انزيم من الانزيمات اللي موجوده في تصنيع الهيم. نقص اي انزيم يا دكاتره، نقص اي انزيم هيعمل لي ايه؟ هيؤدي الى ان الهيم مش هيتصنع، وبالتالي هيؤدي الى الانيميا. حلو، وكمان حاجه، هيتراكم البورفرينز جوه الجسم. يعني مثلا سي انا دلوقتي الخطوه الثالثه كنت باخد مثلا اللي هو البورفوبايلينوجين واحوله لهيدروكسي ميثايل بايلان بالبورفوبايلينوجين دي امينيز. حلو، نفترض ان البورفوبايلينوجين دي امينيز ده مش موجود، ايه اللي هيحصل؟ طبعا مش هيتكون هيم، دي حاجه مفروغ منها. البورفوبايلينوجين ده هيتراكم في الجسم. طيب ايه يعني لما يتراكم في الجسم؟ قال لك طب ما هو ده يا دكاتره بورفرين، يعني ايه بورفرين انترميديت، ممكن يتحول لايه؟ لبورفرين، وبالتالي لما يتراكم في الجسم البورفرين دي هتعمل لي مشاكل هنشوفها دلوقتي. يبقى في حاله البورفوريا بيحصل حاجتين، بتتراكم البورفرينز، وكمان الهيم سينسز بيقل. السيمتومز الاعراض بتاعتي بتتبند على ثلاث حاجات، نوع الانزيم اللي هينقص، على حسب نوع الانزيم هيديني تايب معين من البورفرين، وعلى حسب السيفيريتي اوف ديفيشنسي، هل هو نقص نقص كامل ولا نقص بسيط، وكمان هل الهيم سينسيس ده هيحصل نقص في الليفر ولا في الايه، في الاريثروسايت او البومبر. طيب انا عندنا هو المخطط دون الدكتوره في المحاضره قالته بسرعه جدا، وانا بقول لك مش بيجي منه اسئله في الامتحان. كل انزيم اللي عندك مثلا الدكتوره قالت الانزيم ده هو الاي ال اي دي هيدراتيز واليورو بورفيرينوجين دي كاربوكسيليز. طيب الاي ال اي دي هيدراتيز لما يخلق لما يحصل له ديفيشنسي هيديني اي ال اي دي هيدراتيز ديفيشنسي بورفوري. اشهر نوع من البورفوريا بقى اسمه بورفوريا كيوتونيا طاردة، البي سي تي، ده لما ينقص الايه اليورو بورفيرينوجين دي كاربوكسيليز، ده بيحصل في كيوتينيا سيمتومز، بيحصل في اعراض جلديه هنشوفها حالا. دي انواع البرفوريا عايزك تقراها بس. طيب السيمتومز بقى هي دي اللي بتجيلك في الامتحان، المحاضره دي فيها حاجات معينه بتجيلك في الامتحان. الخطوه الاولانيه في تصنيع البورفرين، يسالك على السبستريت بتاعه البورفرين. تمام، كمان يسالك على الريجوليشن بتاعه البورفرين. حلو، الخطوه الاخيره بتاعت الفيروكليتيز، يسالك على السيمتومز بتاع البورفرين. طيب قال لك اول حاجه بيحصل اوكيجنال ايبيسودز اوف سيفير نيورولوجيكال سيمتومز، يعني اعراض نيورولوجيكال، اعراض عصبيه. ليه يا دكاتره؟ ارجع على طول لاول خطوه، لان الاي ال اي دي هيدرات الاي ال اي هيتراكم جوه الجسم، وبالتالي هو اللي مسؤول على النيورولوجيكال سيمتومز. تمام، يبقى اول حاجه النيورولوجيكال سيمتومز ممكن يسالك ايه سببها، هتقول له تراكم الاي ال اي هيدر دي اي ال اي جوه الجسم، وهو شبه الجابه، قلت لك ان هو في ستراكشر سيميلاريتي ما بينه وبين الجابه،
لما هيحصل كومبيتيشن على الريسبتورز بتاع الجابا، وتاني حاجه بيتكسر بيحصل له اوتو اوكسيديشن جوه البرين ويديني الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، وهي دي المسؤوله على نيورولوجيكال سيمبتومز. طيب تاني حاجه الفوتو سنسيتيفيتي. يعني ايه فوتو سنسيتيفيتي يا دكاتره؟ يعني هنا جسم الانسان اللي بيكون عنده بورفيريا بيكون حساس جدا 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 للضوء. ليه يا دكاتره؟ قال لك البورفيرينز دي يا دكاتره لما بتتراكم جوه الجسم بيعمل لها اوتو اوكسيديشن، بيكسرها لايه؟ للفري راديكالز. الفري راديكالز دي بقى يا دكاتره لما بتتراكم او بتزيد تحت الجلد ويتعرض الجسم للضوء، في الحاله دي هتحس ان هو بيتحرق، الجسم الجلد بيتحرق، تمام؟ يحصل سكين دامج. جميل. ليه هيحصل سكين دامج يا دكاتره؟ قلت لك عشان برضو ان تكوين السوبر اوكسيد اللي هو رياكتيف اوكسجين سبيشيز. وكمان حاجه تانية، المركبات بتاعتي اللي هي البورفيرينز اللي هتتراكم، لما بتتراكم دي بتمتص الضوء، ماشي؟ بتمتص الضوء تحت الجلد، وطبعا ده ممكن يدمر الجلد. استغلوا الحته دي زمان جدا في الافلام بتاع مصاصين الدماء. كان دايما يجيب لك كده مصاص الدماء لما بيتعرض لاشعه الشمس بايه الجلد بتاعه بيتحرق، او ما بيحبش هو اشعه الشمس يعني وكده، فخدوا من حته البورفوريا دي الافلام بتاعه المصاصين الدماء يعني. طيب اخر حاجه الريد يورين يا دكاتره. ليه؟ قال لك البورفوريا لما بتتكون جوه البورفرينز لما بيتراكم جوه الجسم بتزيد عن النسبه الطبيعيه بتاعتها، الجسم بيعمل لها اكسكريشن في اليورين، بتنزل في اليورين. طيب لما بتنزل في اليورين بكميه كبيره هي اصلا ملونه، قلت لك مركبات فيها كونجوجيتد سيستم اوف دبل بوند، وبالتالي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي مشاكل وهتلاقي اليورين لونه ريد، تمام؟ يبقى هنا الريد يورين ده من ضمن السيمبتومز المشهوره قوي للبورفوريا. عشان كده لما حد يجي لك الصيدليه ويقول لك انا والله بشتكي ان عندي البول بتاعي لونه احمر، مت طبعا مت ايه مت دماغك برضو ما توزكش تقول له لا ده انت عندك هيموليسيز والكلام ده كله، لا انت راجل صيدلي افهم برضو الاسباب اللي موجوده عندك، ايه الاسباب اللي موجوده ممكن يكون السبب منها البورفوريا، ممكن يكون عنده بورفوريا. فهتقول له ساعتها لا انت ممكن يكون عندك مرض معين البورفوريا، فاحنا ممكن نعمل تحاليل خاصه بالايه بالبورفوريا دي جوه الايه جوه الجسم، تمام كده. احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا، محاضره سهله وبسيطه، وان شاء الله المحاضره دي نازله في المتر. ربنا معاكم ويوفقكم، واي حد محتاج اي حاجه في الفتره دي او ساعه المترم احنا دايما موجودين معاكم. ابعتوا لنا على الفيسبوك او على تليجرام او الواتساب، احنا معاكم، واي حد يقف قدامه اي حاجه يبعت لي وانا هشرحها له على طول باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.